جغرافيا والسؤال هو: يعد بيكو باسيلي من أعلى الجبال بإحدى القارات، فما هي؟ بيكو باسيلي، ارتفاع الجبل أكثر من 3000 متر، أعلى جبل في دولة في القارة دي. محمد جمال، إجابتك في أوروبا. أوروبا. أنا بقول لكم إيه، أنا حاسس إن أنا هخلي فريق عمر بن الخطاب يلعب ضدكم. أوروبا، إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة ولا فيش إجابة؟ مين اللي هيجاوب؟ يا دكتور مؤمن، حد خسران حاجة؟ يلا على رأيك، إجابتك أمريكا الجنوبية. برضو أمريكا الجنوبية، عمر بن الخطاب شغالين النهاردة كده، بينزلوا معانا يا كده. لو لعبوا معاكم، عايز أقول لك حاجة، لو لعبوا معاكم هيكسروا الدنيا. يعني طلبة المدارس ما بيهزروش في العباقرة، عشان كده الناس بتحب جدا عباقرة المدارس. طبعا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: إفريقيا، أمريكا الشمالية، آسيا، أستراليا. محمود سعد رافض إن حد ياخد الريسك. أنتوا التلاتة الإجابة الصحيحة إيه؟ إفريقيا. بالظبط كده، أشكركوا. أعلى جبل في غينيا الاستوائية، برافو عليكم أنتوا التلاتة، والله لازم أحييكم. كان زمانكم دلوقتي معاكم 20 نقطة.